تقول جاءوا من السودان هي وزوجها، ولكنها جاءها العذر الشرعي فلم تأخذ العمرة حتى الآن. إذا كانت جاءت من السودان بنية العمرة فإنها لا تتعدى الميقات إلا وهي محرمة، لكن إذا كان أصابها الحيض كما تقول وظنت أنها لا يصح لها الإحرام وهي حائض، هذا غلط. الإحرام تحرم من الميقات ولو كانت حائضا ولو كانت نفسا، لكنها لا تؤدي العمرة حتى تطهر وتغتسل. على كل حال ما دامت رفضت العمرة وتركتها فليس عليها شيء. نعم أحسن الله إليكم، يعني رفضتها، يعني رفضتها لم تحرم بها، أما لو أحرمت بها لزمها المضي فيها وأداؤها. نعم.